شباب هذا اللاعب كويتي مثل اللاعب أردني، شوف يسوي بالعالم، كم كمبرة ما حد كمبرة بالعالم كله، شوف ايش راح يسوي. عبالكم بس هاي اللقطات، عنده فيديوهات كاملة، أنا جبت لكم ملخص من هاي الفيديوهات، ملخص صغير عند يمكن بالألف فيديو، جبت لكم تقريبا 5 فيديوهات أو 10 فيديوهات أو 12 فيديو. شوفون كمبرتشي من كمبرتشي، أقسم بالله العظيم بيستحق يأخذ لقب أقوى كمبرتشي باللعبة. عشباب اشتركوا في القناة وتنطون لايك لايك متابعة. كمبرتشي ويواجه، كمبرتشي ويواجه، يعني هم محترف وهم كمبرتشي، يعني ما يخاف. لا هو عنده ستيم، عنده ويا صديقه همين. طبعا شباب اعذروني ما اعرف هذا العلم يا دولة، لو الاردن ولا الكويت، لان الفيديو شويه بعيد يعني الجوده قليله مال الفيديو. لو الاردن لو الكويت، واحده من عندهم، هذا الشخص لو كويتي لو اردني، ما اعرف هاي بالعنوان ايش حد. اشوف اختار لي انا يا دولة تعجبني، اشوف بيها كمبرتشي هواي اختار، ويمكن اكتب كويتي اردني بالضبط. يا بوبتي ما حد خصم عندي، ما حد يخصم عندي. لزق اذا لزقت فيك هاي عرف، يعني هذا الشخص اذا لزق فيك مثل هاي انتهك. لا وقع صديقي كمبرتشي ثاني. واحد من الكمبر هذا يعني من تلك العاب هذه يضرب قنبلة عليه. احبك يا صديقي كمبرتشي تلتلت يا بوبتي. طبعا هذا لازم تعرفون موعد دخول للعبة، هذا الشخص هو صديقي حتى ما ندخل للعبة دا يدخل. خوف خوف يعني شباب والله ما يخوف. فوق صديق هذا يجون ركض، يجون ركض لا يتعلمون انه اكو واحد قاعد ينادي مكمبر مي مي كل ساعه يعودون مو شكشكهم شكشكهم بالشدقه. هذا يعرف مكان، لا وقع ما يقدر ولا ما يقدر ولا فوق شايل دبس مدري شدقه مدري يسمونه هذا اللعبه ايش يسمونه. يا هاي جمم يا ما يرحم والله. يا بوبجي لا والحلو انه كسا يحط العبوبجي هالصوت الصغير العبوبجي يا بوبجي حتى الدنيا اللي واجه. يا بوبجي ماكو كم كل جاب لحد هسه كم كل يا بوبجي كم جيم عباره حد زي كيف 50 60 واحد بالمباراه وحيستمر. ما قلت لكم انه هذا الفيديو مصغر من حلقاته اللي ينزلها هو، حلقاته مليانه ملي ما تنحسب اصلا، هذا الشخص ما تنحسب هقد مو كبيره هقد مو هوايه ما تقدر تحسبهن. يعني هو اصلا هذا الشخص الكويتي او الشخص الاردني محتوى عباره عن كمبره، محتوى عن عباره عن كمبره، يعني يستحق لقب فيكتور، هو قائد الذكريه اللعبه والله العظيم. يلا هو صديقه ويفنش طبعا هذا الجنان يفنش، يعني عنده مميزه كلش قويه انه اذا وقع النوت يفنش خلال ثواني ما يخلي يعيش. ليش هاي ميزه ما تصير الا فقط عند بعض الناس دول المحترفين الكمبرتشيز اللي هو هذا واحد عنده عادي ما يرحمه. طبعا هذا الشيء حلو، يعني اذا انت شخص ما ترحم والله العظيم، اذا انت شخص ما ترحم بالحق هذا حق يسوي ما يرحم احد. ليش؟ لان هي مواجهه لازم تسوي هيك. وطبعا هذا شوف قد يتعب يصور مقطع ويقتل واحد ويرجع مره ثانيه يصور مقطع ثاني بنفس المكان. ايش هذا مو صندوق الصناديق شفتوه؟ ها شنو هاي؟ ما شاء الله تطور ما شاء الله قام ينام فوق السياره. والله انا لو فوت من يمين ما ندله والله العظيم. عنده يعني عنده طرق وشلون قلبه هيك؟ شلون قلبه لابس اسود؟ هرب ابليسه هذا صدق وشلون عرف الزون يمه اصلا؟ لك هذا شنو؟ هرب ابليسه كذا صدق والناس مصدومين يفوتوا من يمه وما يدرون انه اكو واحد يم هنا. طبعا شلون واحد يدري؟ هي السياره سوداء مقلوبه سوداء وهذا كمبرتشي اسود كله ما مبين اصلا، حتى هسه دا وقع نوك ما يعرف انه وقع نوك لو لا، هو اصلا ما يعرف يعني هاي انتهى.
نشوف اكو واحد راح يجي بعد. اي يجي هاي ما يندل، ما يندلو خرب ابليسه كذا صدق. بحفظ فيني ما ماكو فيني ما شافه لحقه. ما شاء الله حلو بانه يواجه مو بس يكمبر. هاي ان شاء الله تنحسب له والله يا شباب. اوه هاي الجلتش اللي ما يصعد فوق. ها صديقه فوق. اي دلن 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 اذا العرض عفوا اوكي جلتش وهالسوالف. الصديق ايضا محترف يا شباب. اوه هاي اللقطات اللي تشوفوها حاليا بالتحديث السابق لا تذكروا تحديث البحر وهالسوالف يعني على فانتس. هاي الجلتش كان يخليه يصعد فوق في البدايه الناس علموه هو يعني ما شاء الله يمكن هو اخترع هاي السالفه. عشان هاي هذا الخسارة عانت تقعد قاعدي لك وفوقها صار عنده تيم رباعي يعني مو بس هو اكو ناس قاعد يتطورون ما شاء الله. يعني الجيل القادم ما لعبت ببجي موبايل راح يصير جيل فيكتوري. ها هو فيكتور اصلا والله ما عبالي هو فيكتور والله العظيم عبالي لبس عادي يعني شكل عادي عبالي فيكتور. يمكن هو قائد فيكتوريا يا شباب يمكن. هذا اللي بسموت عليه يا شباب هذا اللي بسموت عليه بسموت عليه والله العظيم. يا ابوكي شو صغير خمس سنين من ست سنين افكر اخذها. يمكن هو يمكن هو لو هاي كل النقاط بالموسم الثالث من الرابع نزل مدري الثاني مدري الخامس يا شباب نزل بصندوق وقت اللي يلبس القاط ماكو منه في حد يسال يلبس القاط ماكو منه ذاك يا جماعه ان شاء الله عادي بعد الكمام. هذا مكان جديد هذا مود الاليين. اي مود الاليين حتى تمود الياليين ما قاعد راحة. عشان يرقص كسعة تطلع لقطة مال الرقص كل ما يكتر واحد يرقص. خلينا نشوف كل ما يكتر واحد يرقص. اي والله كل ما يكتر واحد يرقص طبعا حقك ترقص حقك لك انت بقيت احد عايش حتى ما ترقص حتى يمكن انا كاتني والله العظيم لان شايف هيك لقطات انه واحد يكمبر هاي الكمبرة يمكن هو اصلا يمكن مصور علي مقطع شغله عاديه خربنا شلون بوش هالرقصه. طبعا شباب حاليا المقطع راح يخلص يعني معقوله اكو ناس راح يصيرون هيجي وحصير ترند هذا راح يصير ترند على هاي السالفه. يعني انت مواجه هيجي ناس اكو واحد من تيمك يسوي هيج انا على اعتقادي 100% لازم 100% واحد من تيمك هيج. اتركوا بقناتي وانطوني رايك.